هذا ذكرنا بالدرس الأمس ونذكر ونكرر كلام أحد المشايخ جميل جدا، قال ماعز رضي الله عنه زنى في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام صحابة، ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو متزوج ويقول يا رسول الله زنيت، يأتي عن يمين يقول زنيت لا يلتفت إليه، يأتي عن شمالي يا رسول الله زنيت ما كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى من الخلف يا رسول الله زنيت ما رد عليه، الرابعة أتى تلقاء وجه يا رسول الله زنيت، يقول اذهب حتى يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم من سلامة عقله هل هو فيه سكر فيه جنون، ثم بعد ذلك قال يعني ارجموه صاحبكم، قال ولكن لما قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، كم مرة عرض عن النبي كأنما يسمع، كم مرة على طول، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال جعلت لله ندا وفي لفظ عدلا، قل ما شاء الله وحده، هذا التوحيد أشد من الزنا، أشد من زنا رجل متزوج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعترف، أشد منه قول الرجل ما شاء الله وشئت، مع أن هذه الكلمة كانت تقال ثم جاء النهي عنها، وهذا يبدو أنه ما كان يعلم بالنهي فقال كما كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلت الله ندا قل ما شاء الله وحده. ولما قال بعض مسلمة الفتح حديث عهد الإسلام يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طلبوا شجرة يعلقوا عليها الأسلحة للتبرك، وإلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، قال استعظاما قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. التوحيد أمره خطير جدا، انتبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يفوت كلمة ولو قالها طفلة جارية في العقيدة في التوحيد، تنشد كما في صحيح البخاري تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فوت لها عليه الصلاة والسلام لا يا صغيرة، فوت لها قال لا ما فوت لها، قال لا تقولي قولي كما كنت تقولين، كرر الكلمات لا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل، ما قال يعني يلا مشي، لا ما يقر باطلا عليه الصلاة والسلام، بل لا يقر حتى المكروه من المكروهات ينهى عنه، فكيف بما يمس العقيدة والتوحيد، فإلا به صلى الله عليه وسلم يقول قولي كما كنت تقولين لا يعلم في الغد إلا الله، قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. نعم طيب، وهل هل هذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الله؟ ها لا طبعا هو صحابي، لكن هنا الشرك اللفظي حتى بالألفاظ التي توهم الشرك جاء الشرع ينهى عنه، جاء الشرع ينهى عنه.